ده انت قلت الادب بقى. توجع انا عارف. Who are you? What do you want? ليه انا بدي اخدته؟ الله صباح الفل. طب ما كمل الاول. تعرفي ايفان منين؟ مثل ما انت بتعرفه. مو انت اجيت لهون كرمال تعرف مين ورا الهاك؟ انا كمان جيت لنفس السبب. والأمر بقى شغال مع مين؟ يونس محمد عبد الحميد. عبد الحميد مو هيك؟ هيك ده انت تعرفيني كويس بقى. بعرف عنك كل شيء. وعلى فكرة شكلك مو انجليزي ابدا ولا جريج هذا لابق عليك. وانت شكلك ما يديش على نشالة خالص. مش هتقولي لي بقى بتنشالي لحساب مين؟ نحن بنفس المركب ومصلحتنا واحدة. ايه ده؟ ايه ده يا يونس؟ امشي واجيلك كمان ربعايه ولا بتطول؟ كنت اشتغل بالامن السوري. شغاله مع مين دلوقتي؟ بشتغل لحسابي. لحسابك؟ برافو. المفروض بقى انا اصدق الكلام ده. ما بدك تصدق تستفل، ما رح تفرق معي. وقف يا حسن. بقول لك وقف. يلا انزلي. بدي لك اي مشروع من هنا عشان تروحي، يلا. صدقني، نحن ومع بعض الطريق رح يكون اسهل. ما بحبش الحاجة السهلة بتبقى تلمة. طيب. هاد رقم. خلي الورقة معك لأن رح تحتاجها. قطعين عني الخط. أخذها أنا. خليها معك أنت يا أسعد. أنت ممكن تقول لي ميدو عادي. شكراً يا يونس. ما فيش شكراً لميدو؟
اهلا. مو قلت لك رح تحتاجني؟ انا ما بقدرش استغنى عنك. خشي. فيك تقلي بليز او لو سمحتي خليك بني ادم. انت جاي تعملي شعرك؟ انت قتلت قتل اساسا. انت كيف قاعد هون؟ كيف عايش بهالمكان؟ لا انا ما فيني اقعد بهيك مناظر بنوب. تعرف انا وصغيره. لا 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 استني بقى استني. وانت وصغيره نجيب بقى شيزلونج وتريح عليه كده وتمددي وتحكي لي كل مشاكلك وانت صغيره. انا مش الدكتور النفساني. تعالي افتحي ده. مش مشكله بس بشرط. مش هينفع والله مرتبط ودمك خفيف كمان اللي عليه تبعنا نحن الاثنين. على اساس ايه؟ طيب قرر وقل لي. استني يا ست المحموقه بنتكلم. انا قلت لك رح تحتاجني وانت ما فهمت علي. اذا انت عندك هدف فانا كمان عندي نفس الهدف. اذا ما رح نوصله مع بعض خليني امشي. شو رح نتفق ولا كل واحد وشطارته؟ موافق بس على شرط. هنتحرك بشروطي وكلامي يتسمع بالحرف. إيفان هاد عمل مصاري كتير من وراهم. طبعا وإلا ما كانش ضحى بمركزه في البنك. بس خايب أديهم صفوه. مكان اسمه بيرنيك. والله يا مايا أنا من غيرك مش عارف كنت هعمل إيه. هو ده المكان. تسلم إيدك. أنا مش عايزك تلاقي خالص. شوية واحدة فلك فرصة داني. باي. يا حيوان يا شنتين يا ابن الستين كلب يلعن أبوك برجلي. هي وصلت لشنتين. شنتير يا مايا. الله يسامحك. يلا يا مايا بقالي ساعة مستنيك. حاجة شنتيري قوي. العريس عنده معازم كتير قوي النهارده. استني استني في حد تاني جاي. مايا البرفيوم بتاعك ايه؟ عشرين النهارده الساعة 10 عم بيقرب.
هدوم العز يا قمر مربوط دارك في شنقه. مفاجأة ايه؟ ده انا جالك مخصوص يا راضي. راضي؟ يا بقالي كتير وما سمعتش الاسم ده. بس على فكرة انا ما كنتش بحبه. جدع يا يونس. جدع انك خليتني اغيره. طب غيرت اسمك. غير بقى الجو الخايب بتاع دايرة 10 ده. فكك بقى من الجو القديم بتاع دايرة 10 ده. ده كان شغل لوكال. دلوقتي شغل عالمي. ايه رأيك؟ رأيي في ايه؟ انت بتكلم حد تاني؟ ده انا اللي وصلت لك. انا اللي مجرجرك لحد هنا ومثبتك على كيلو سي فور يا برم. انت واعي يا يونس؟ واعي لما السوسته اللي تحتك دي تنطر انك هتبقى بعد الويل ويل دون يعني اكبر حته فيك هتبقى مش هتبقى يا يونس مش هتبقى. نفسك انت السوسته تنطر ها؟ تلاش عليها من السيفور يا بدأت على الراس. انت قصدك على المره اللي راح فيها ابو مراتك؟ لا المره دي كانت لا 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 اصحى كلامك. ابو مراتك امها ها؟ عشان لما نتقابل ونتحاسب نعرف بقى نجمع ونحسب ونخصم براحتنا. هو انت بتهددني وانت على السيفور؟ لا انا مش بهددك يا راضي، انا بوعدك. بتوعدني؟ لا ربنا يوفقك. معلش بقى يا يونس مضطر استأذنك عشان البقاء تخلص. اثبتي مكانك. شوفيه الطفاية الطفاية. دي نفس البرفيوم بتاعت الصبح. ايه اللي انت عملته في رانيا ده يا يونس؟ شو رح نعمل كرمال نوصل للي ورا ايفان؟ شو رح ايه؟
ومين اللي نعمل؟ انا وانتي مش مكتوب كتابنا على فكره، ده كان حيالله حضن. اتصرفي لوحدك. لو وصيني هتعرفي توصلي لي. سلام يا قمر. نشوفك يا قبضاي. سلام يا اسعد. اسعد اسعد، الله مساكم يا اختي. ايوه يا فندم. ايوه يا يونس، ارجع مصر على اول طياره. الواد هو اللي ورا الاختراقات، عشان كده رجعته كانوا مستنيين. عارف، وسابوا الغريه الصبح، ارجع فورا. تمام سيادتك. اسعد. نعم. يلا عشان توصلني المطار. ليه؟ ما انت قاعد. مش اديتك تعليمات صريحة انك ما تشركش حد معاك في العملية وما تثقش في حد؟ اضطريت يا فندم، كان لازم اعمل كده عشان اوصل لراضي. المهم ساعتك ما تقلقش، هي ما تعرفش اي حاجة عن الداتا اللي انا خدتها. هي دي؟ ايوه، دي بتشتغل مع جواد اللي انا كلمتك عليه قبل كده، شفته هناك؟ لا. أنا قررت أسحبك من العملية. أسحبني يعني يا فندم؟ أنت كده بقيت مكشوف، مش بس الراضي لغيره. هو ليه سيادتك بتعامل معايا إن أنا حتة شطرنج؟ بتحركها مكان ما أنت عايز. أنا لما رجعت أشتغل معاك، رجعت عشان أجيب راضي. أنت رجعت عشان أنا رجعتك. إحنا بننفذ عملية محددة، مش بنصفي حسابات. وحقي؟ وحق ريم وأهلها. أنا مش هسيبه، وده اللي يفرق معايا دلوقتي. أنا بعمل كده عشان أحميك. بعدين انا اللي قرر ايه اللي يفرق وايه اللي ما يفرقش. راضي هنجيبه. عمر مصطفى وصل؟ وصل يا فندم، وانا رايح له دلوقتي. طب اشتغلوا على الداتا اللي جابها يونس، واول ما توصلوا الحاجه تبلغوني. شدد الحراسة على يونس وعيلته. فين مصطفى؟ اكتب الفاور بسرعة. عليها من بايس جهاز اخترق، واكيد في معلومات اتسربت. حبيبي يونس ادخل يا يونس. ازيك يا ريم؟ ادخل لحد ما احضر شنطه جديده. هاي، اخبار اللعبة الجديدة ايه؟ زي ما قلت لك، اما تصحى وانا زهقت. لا لا لا، زهقتي ايه؟ ما ينفعش، ده هي حلاوتها كل ما تصحى. ما كنت مستنياك يا سيونس. يا سيونس ماشي، اطلع ساعدي ماما بسرعة. يلا يلا. الو. ايوه يونس، انت فين؟ تسأل ليه؟ الهارد ديسك اللي انت جبته عليه فيروس، جهاز اخترق بسببه. مربي مات. Thank you.
بيه كان عارف ان راضي هو ورا الاختراقات دي من الاول، كان متاكد انه هيستهدفك. اخر حاجه طلبها مني اني اشدد الحراسه عليك وعلى عيلتك. ايه ده يونس، تقدر تفهمني ايه اللي بيحصل بالظبط؟ بتشتغلي ايه؟ المهم ان حضرتك وفريده تتنقلوا المكان امان دلوقتي. انا مش هتنقل من بيت ابويا وامي الا ما افهم اللي بيحصل بالظبط. مدام ريم، ممكن اتكلم مع حضرتك دقيقه؟ بعد اذنك. كملي انت، شوف مامي عايزه ايه. انت ازاي تسمح لنفسك عايش معك كل ده من غير ما اعرف عنك اي حاجه؟ لو كان ينفع اقول لك ما كنتش اخبي عليكي. انت كذاب وأناني، صرفت في حياتي زي ما أنت عايز. اللي قاله لي الراجل ده بجد يا يونس، أبويا وأمي مكاني. ما كنتش قادر أبص في عينيك أقول لك إن أنا السبب. أنا سبتكم عشان أحميكم. وإيه اللي حصل؟ كان من حقي أعرف، وأنا اللي أقول لك ساعتها مش عايزة أشوف وشك. أنت سبتني لوحدي. وأنا ما كانش فاضل لي غيرك. وأنا مش هسيبكوا تاني. الملفات اللي اتنقلت من عند راضي، وده الفايل اللي كان عليه اسامي الضباط اللي اتقتلوا. غير كده مفيش اي حاجه ليها لازمه غير بس الفيروس اللي احنا شربناه. انا نقلت كل الملفات اللي كانت على الاجهزه بتاعته، اكيد هنوصل منها لحاجه. دور في اللوكس. الرابط الوحيد ما بين الضباط اللي تم اغتيالهم والاسامي اللي اتسربت من الاجهزه ان كلهم كانوا مقربين من نظام الليبي السابق. كلهم فضلوا في ليبيا لحد اخر دقيقه قبل وقوع القذافي. بعدها هربوا على مصر وتركيا وايران والاردن ومنها على بلاد تانيه. طبعا في رابط بينهم اقوى من كده. كل اللوجز اللي انا وصلت لك كانت عباره عن برايفت كلاودز. عرفت فيها ايه؟ عشان هاك الكلاودز دي هياخد مني وقت كتير قوي يا يونس. وبعدين الكلاود ده من الحاجات المحميه من الفرادنج اتاكس، يعني صعبه جدا اختراقها. صعبه يا مصطفى، صعبه مش مستحيله. طيب احنا كده هنحتاج نعمل حصر لكل الاسماء اللي اتسربت من الاختراق اللي عمله راضي، واذا كان في اي اسماء ضباط ليبيين تانيين. بيحصل يونس. دي كل الملفات الموجوده على الكلاود ده. افتح لي الفايل ده.
إجلر، نوع من الصواريخ المحمولة كتفه. الجيش الليبي كان عنده أعداد مهولة من الصواريخ دي. بعد الثورة ما لقوش غير 350 صاروخ بس، وطبعاً وقع عدد كبير من الصواريخ دي في إيد المنظمات الإرهابية، استخدموها في إسقاط طائرات الجيش الليبي. معنى كده إن راضي عمل كل ده عشان يوصل لمكان بقية الصواريخ دي لصالح أبو أنس. بالظبط يا فندم. إحنا لقينا فايل على الكلاود بتاع راضي اسمه دفن إجلر، في أسامي كل الضباط اللي تم اغتيالهم، ضباط تانية أكيد هم المسؤولين عن دفن الصواريخ. طبعاً بعد ما الدنيا ضاقت عليهم بيدوروا على السلاح تحت الأرض. المعلومات دي وصلت لراضي إزاي؟ لسه ما عندناش خلفية، بس معلومة زي ديت صعب إن هي توصل لإيد أفراد. ده أكيد وراها أجهزة تانية، والأكيد برضو إن راضي أو غازي مهمته الوحيدة دلوقتي هو الوصول للمعلومة دي. أبو أنس بسيطرته في ليبيا هيقدر إن هو يخرج الصواريخ. وأكيد المطلوب إن هي تدخل مصر. وهي أسماء الضباط اللي سربت من عندنا. راضي كالعادة صاحب أكتر من اسم للتمويه على مطلوب. بس الاسم الوحيد المتوافق مع الأسامي التانية هو عبد الرحمن العليمي. ضابط ليبي سابق. واضح إنه كان واحد من المسؤولين عن دفن الصواريخ. هرب من ليبيا بعد الثورة، وجي على مصر. وبعد سنتين سافر على إيطاليا. عايش هناك في بلد بره ميلان تحت اسم مستعار، وملوش أي نشاط حالي. عمر، لازم توصل لبقية أسماء الضباط الموجودة في القايمة، تعرف أماكنهم وبسرعة. يونس هيروح ورا العليمي. قرار رجوعك في العملية بقى ضروري، ما عندناش وقت نجيب حد يكمل اللي انت وصلت له. مش لازم راضي يوصل اللي هو عايزه. السلاح ده ما ينفعش يخش مصر. مراد كان عايز راضي حي يا يونس. مفهوم يا فن. والله برافو انه انت بتعرف كل شيء. ايه انا مش فارقه معايا، ما يهمنيش ان انا اعرف. شلون اجيت لهون؟ Not going anywhere. Thank you.
يونس، يونس قوم، يونس قوم. انت جيت هنا ازاي؟ اجيت ورا هاد اللي انت قتلته. ايه مو معقول يا عمي، كل ما اوصل لخيط بتقتله. يا مصطفى انا بعترك نمره دلوقتي، عايز احداثياتها. ما عنديش وقت يا مصطفى. يونس عود يا يونس، هذا بده قطب. قطب؟ ايه قطب، قطب بالخيط. قطب بالخيط الحلو دكتور ولا ايه؟ بسوريا بعد الحرب كلنا صرنا دكاترة بسيطة. خلي ايدك. لا تخاف يا يونس، أنا لو بدي أخلص منك كنت خلصت منك أنت وعلى الأرض. وما عملتش كده ليه؟ لأنه ما بدي أخلص منك. أنا وأنت عم نشتغل لمصلحة واحدة. اصحي، مصلحتنا مش واحدة. أنا بدافع عن بلدي، أنت بتقبضي. تقدر ما تحكم علي لأنك ما بتعرف عني شيء. أنا كمان بخدم عيلتي. عنا بريف الشام الوضع صار غير إنساني. أبي وأخي ماتوا بالقصف، وجواد طلعني أنا وأمي وأختي مقابل أني أشتغل معه. هلا هن برات سوريا مأمنين ومرتاحين. إذا أنت ما بتعرف شو يعني الوطن الآمن لأنك ما تحرمت منه، ما رح تعرف شو يعني مأمنين ومرتاحين. هاي الكلمة بتسوى الدنيا وما فيها. إذا أنت وجواد صح، نيناتكم بتكون تعرفوا مين ورا هالهجمات، شو المشكل بالتعاون. ازاي يعني؟ انتي بتشتغلي ضد بلدي. انا بعمري ما اشتغلت ضد مصر. حتى لو افترضنا اللي انتي بتقولي ده صح، جواد بعد لما ياخد اللي هو عايزه هيقتلك، هيصفيكي. انت بقيتي كارت محروق يا مايا. اسمي شام بالمناسبة. الحمد لله على السلامة. شام، لو عايزة تكملي جميلك معايا شرابي اتقطع ساعة الخنانة، فلو تاخديه غرزتين يعني ايديك حلوة قوي. ايه الغباوة دي؟ يا مصطفى. ايوه يا يونس. التليفون ده اتقفل من نص ساعة في حتة اسمها اوريا، مش بعيد عن كومو. فين اوريا دي؟ بعيد عنك بحوالي 20 دقيقة بالعربية. انا بعرف وين. سلام يا مصطفى. تابعت الحسابات اللي كانت بتحول المصاري لإيفان. الحسابات هاي مربوطة بكريدت كارد لحساب شركة. نفس الحساب هاد قطع 5 تذاكر لميلانو وحجز فندق هون. راقبت الأوتيل وإجيت وراهم لحد ما تقبلنا هون. الشركة هاي ما لها أي مقرات بيكون، عندها بس ممتلكات، واحد منهم بأوريا على البحر. انتوا مين؟ ها؟ فين الصواريخ يا عبدو؟ صواريخ شو اللي بتحكي عليها؟ صح،
ليك حق ما تفتكرش، دي حتى حكايه عدى عليها سنين. افتكرت؟ راح اقول لك على كل شيء، راح اقول لك على كل شيء. هذا هو المكان. خلي هاد معاك يا يونس. ازيك يا يونس؟ انت ازاي يا جدع انت ما تشكرنيش على طفايات الحريق اللي سبتها لك جنب كرسي؟ طب ما تخلي طقم العزل اللي ورايا ده يفكني وانا اجي اشكرك بنفسي. وانا في اعدادي كنت عايش في مدينه من المدن اللي على الصحراوي، مكان جميل وهادي زي المكان ده بالظبط، بس كان فيه مصيبه واحده، الفيران. فران كتير قوي يا يونس، والفار منهم ايه؟ سلامتك بالدنيا قد كده. كمعايا الزراعيه كانت بتوزع على البيوت سم، بس شويه والفران اتعودت على السم، بقت بتاكله عادي يا يونس زي الدريسنج على السلطه. تخيل بتاكله عادي. صحتين، بس شو دخلنا نحن بقصه السلطه؟ يوم اخوك يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ مصايد، يعمل مصايد يا يونس. مصايد بقى زي الحاجه الساقعه البلاستيك، عارفها؟ يجي الفار من دول يخش عشان ياكل، تقفل عليه المصيدة، ألم أنا الفيران وأغرقهم في جردل قصاد بعض، وبعدين أولع فيهم بجاز. تصدق يا يونس؟ أنا ما كنتش أعرف إن الفيران ليها صوت. دول بيصرخوا صريخ وهم بيولعوا. بس هما أسبوعين، أسبوعين بالظبط، وما لقيتش فار واحد عندي في البيت. بس فضلوا يخشوا عند الجيران عشان عرفوا ان دخول بيت انا فيه عذاب، عذاب اخرته موت يا يونس. انا لو اعرف ان دي مشكلتك من الاول كنت جبت لك قطه او خليت حد من حبايبي يديلك توكيل مكافحه حشرات. كفايه فران بقى، السنتين دول طولوا. انت ومراد فرام حرقكم مش هيخلي حد يقرب مني تاني. عاجبك المرمطه اللي انت فيها دي؟ انا عايز اسالك سؤال واحد بس، ايه اللي خلاك صدقت مراد ومشيت وراه؟ اكل العيش، البلد مليانه فران وسخه ولازم تنضف. حقك يا يونس، حقك طبعا يا يونس، حقك تعيش في بلد نظيفه، وحقك كمان. اللي أقول له يا يونس، هو يعني إيه بلد؟ المكان اللي بتتولد فيه، ولا المكان اللي بيديك باسبور، ولا المكان اللي بيأكلك عيش؟ أصل أنا
مش عارف استوعب الفكره دي خالص. ولا عمرك هتستوعب. احنا 100 مليون، يعني لو في كل مليون واحد وسخ زيك كده البلد مش هتخرب. هندوس عليه بالجزمه وهنكمل عادي. هما لسه بيضحكوا عليكم بالكلام ده؟ لسه. والله يا يونس انا كان نفسي ارغي معاك اكتر من كده، بس مش عايز اخرك عن مراد. ازيك يا مايا؟ هي مايا دي بقى بنت ب 100 راجل، عملت دورها هايل يا يونس. دور؟ منين تعرفني انت؟ انا ما بعرفك اصلا. بس تعرفي جواد ده بيشكر فيكي قوي. ما تبصلهاش كده يا يونس، دي بنت غلبانه وجواد كان بيشتغلها. بس الحقيقه يعني هي بني آدمة جميلة 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 جميلة، انت اكيد عرفت. والله يا اخي حرام الناس اللي عماله تموت بسببك دي. انا مش هرحمك يا راضي. وانا مش هنساك يا يونس.